بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قلنا الكتاب المنير هو الذي لا تضبيب فيه، لا بنسيان ولا بكتمان ولا بتحريف ولا بزيادة. وهذه المسألة مفقودة في الكتب التي سبقت. ليه؟ لأن الكتب التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مناهج لرسلهم لم تكن معجزة، ولذلك كان المطلوب من البشر الذين آمنوا به أن يحافظوهم عليها. وما دام طلب من البشر ان يحافظوا عليها ويحفظوها يبقى امر تكليفي، وما دام امر تكليفي يبقى عرضه ان يطاع وعرضه فقد عصي. ولكن الله سبحانه وتعالى احب لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون الكتاب المنهج هو عين الايه، هو عين المعجزه. هناك قلنا طلب الله من المؤمنين بالرسل السابقة أن تحافظ على الكتاب، لكنهم ما استمعوش لها، والسلطة الزمنية خلتهم يغيروا فيها. ولذلك تجد القرآن يرد على الذين كفروا من أهل مكة ويقول الذين كفروا من أهل مكة لست مرسلا. انصفوا الرد، شوف الرد من القرآن: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى اللي عندهم علم الكتاب اللي هم اليهود، ودول كلهم شهداء على اني صادق. الله، ده الكلام ده على انهم ما يكونوش غيروا، ما يكونوش ايه، فلما جاءهم ما عرفوا ايه، كفروا به. اذن قول الله بما استحفظوا، ساعة تلوه الالف والسين والتاء يعرف انها للطلب. استفهمت يعني طلبت الفهمة، استخرجت الشيء طلبت ايه، استوضحت الأمر طلبت إيضاحة. فاستحفظوا طلب منهم أن يحفظ، ما سمعوش، قال لا بقى البشر ما جرب في هذه من فشي، أنا اللي أحفظه بقى. فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى مدام له لحافظون يبقى مش هيتغير. ولذلك يصدق الله في أول سورة في الكتاب يقول: لا ريب فيه، لا الآن ولا بعد كده ولا إلى أن تقوم الساعة لا ريب فيه. ولذلك قال: حتى الناس اللي هم ضد الإسلام لا يوجد كتاب موثق في التاريخ إلا القرآن. نفسهم كده. وده بعد يستعجب. طيب القرآن ضمن الله حفظه، اللي يحفظ حاجة مش هي اللي تكون حجة له، ولا يحفظ حجة عليه؟ لازم يحفظها حجة له. وهو يحفظه وفيه أشياء تنبئ عن أشياء توجد ولا توجد. لو ما كانش واثق إنها هتوجد كما قال أكان يحفظه؟ مش ممكن. يبقى حفظه دليل على إيه؟ لا يطرأ شيء في الكون أبدا يناقض القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا ما دام حفظه، زي ما انت بتحفظ الكمبيال على خصمك، ده انت حافظها لايه؟ انما تحفظ حاجه عليك. طب ولذلك احنا قلنا الله كان يحكم في اشياء للخلق فيها اختيار، ومع ذلك يحكم بما يحدث، واختيارهم موجود وما يختاروهاش برضه. ده دليل على ايه؟ على ان اللي قال يعلم بما تختار قبل ان تختار. نعم. طب اللي بيجادل في الله بغير علم ده نعمل فيه ايه؟ نلويه الى العلم والى الهدى والى الكتاب المنير. ما هو بغير علم نديله علم، وبهدى نديله هدى، نديله كتاب ايه؟ كتاب منير. طيب، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، ادي بقى اللي فيه العلم يلفتنا الى الكون في البدهيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
لا بصوا في الآيات الكونية لازم تاخدوا بديهيات إن في خالق، وشوفوا في الهدى والاستدلال، وشوفوا في المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر على الأشياء، ألم يخبر وهم في منتهى التعب. المؤمنون برسول الله اضطهدوا وأوذوا ولم يستقروا لا ليل ولا نهار من الاتباع، ورسول الله بينهم ويحصروا في الشعب ويحصروا آل ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ويضطروا لهم هجروا إلى الحبشة ويهجروا إلى المدينة. مش معنى ذلك أنهم لم يستطيعوا حماية أنفسهم في هذه الأثناء، يوم سيهزم الجمع ويولون الدبر، فين الكلام ده؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا عمر تعجب من هذه الآية، احنا قادرين نحمي نفسنا يهزم أي جمع؟ فلما حصل في بدر، ومش بس حصل، يقول على الواحد من دول اللي عامل فتوة فيهم اللي هو الوليد بن المغيرة، سنسيبه على الخرطوم عشان تعرفوه من بين القتلى، هنضربه خبط على خرطوم ويبقى باين كده تخمن. فلما يروحوا القتلى يجدوا الخبط على الخرطوم، تحكم، ده تحكم إلهي، تحكم قدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة يشير إلى هذا مصرع فلان، يعني حيموت هنا، وهذا مصرع فلان. إيه العظمة دي؟ عمال بيقول على الحاجات زي ما حدث. إذن الحق سبحانه وتعالى أعطى في القرآن أشياء تدل على أنه كتاب منير، مش بينور لي الماضي بس، وبينور لي الحاضر، وبينور لي المستقبل اللي لسه ما وجدش. مثلا إحنا قلنا في أن الزمان والمكان هما حجاب الغيب. يعني إيه؟ الشيء الذي حدث من مدة قبل أن نتوجد، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن الماضي حصل في زمن قبل احنا ما نيجي طبعا قوي. طب والشيء اللي هيحصل في المستقبل، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن المستقبل لسه ما جاش. طب وهو دلوقتي في اشياء في الحاضر دلوقتي هو ما نعرفهاش، ايه اللي حجزها؟ المكان. يبقى اذا فيه حاجز للزمان الماضي، وفيه حاجز للزمان المستقبل، وفيه حاجز للايه؟ للحاضر، وهو المكان. طب المكان، قال لك قال مكان، ما دام حدثت حاجه في غير مكانك يبقى محمود عنه. قال لك في غير مكانك بس. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث جيشه الى مؤتة عشان الروم، لما راحوا المؤتة لم يكن في الغزو، ومع ذلك سموها ايه؟ غزوة. مع ان الغزوة هي اللي يكون شهدها رسول الله، واللي ما شهدهاش يسموها ايه يا سيدي؟ سرية. دي قالوا غزوة مؤتة لوحده. احنا قعدنا ندور على العلة، لانها كانت ضخمة وبين الروم وبين، يعني مسألة مش، وبعد ذلك تنبهنا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وزع القيادة قال يحمل الراية فلان، فإذا قتل يحملها فلان، فإذا قتل يحملها فلان، فإذا قتل الثالث يختار من بينهم من إيه؟ من يقتل. ثم جلس رسول الله في المدينة بين أصحابه وقال أخذ الراية فلان فقاتل فقتل، أخذ الراية فلان فقاتل وقتل، أخذ الله 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 زيد في جعفر فابن رواحة ابن رواحة الله. وبعدين هو قاعد في المدينة وبيخ، انتوا عارفين حكاية زمان لما يزعوا الكرة، واحد مذيع كده يقعد يزينه عمل ايه وهم ده حاجة هي دي تمام. اذا عرفنا سر انها سميت غزوة لأن رسول الله شهدها وأخبر بما دار فيها، وجاء القوم فجاء كلامه على وفق ما أخبروا. يبقى هذه السلف إنها سميت إيه؟ سميت إيه؟ غزوة. دي كلها إيه؟ تعالى بقى، مش بس المكان قد يوجد في المكان، إنما في حبيس عن المكان. انت قاعد قدامه في المكان وياه، انا اعرف اللي في نفسك ايه؟ ما اعرفش. شوف كم حته بقى
يجي يقول ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الله تقول في نفسهم والله قاله، بل لها حد منهم قال والله ما قلنا في نفسنا ولا حاجه، الحق الجمه. يبقى ايه اللي عرف اللي في نفسهم؟ الله. يبقى اذا حجاب الماضي مهتوق، وحجاب المستقبل، وحجاب الايه، وحجاب المكان ايه، المكان ايه، كل ذلك يدل على ايه، على ايات الاناره في القران، مش للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، كله قد بعضه عندهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، اتبعوا ما انزل الله اللي هو ايه؟ هل القران الجديد ده؟ ناخدها من ابسط، اتبعوا ما انزل الله على رسلكم الذين امنتم بهم. لو اتبعتم اللي انزل الله على هؤلاء كنتم على طول تسلموا بالعشر ان ده رسول الله. او اتبعوا ما انزل الله تصحيحا للاوضاع واعرضوه على عقولكم كده وشوفوا من الكلام، يعني اذا دي تنفع ودي ايه، ودي تنفع. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. قال لك اه فيه آية تانية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ها ما ألفينا، وجدنا وألفينا، إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ ودي وجدنا ودي ألفين. قال لك لأن أعمار المخاطبين مختلفة، ففيه واحد أول ما شاف كده شاف أبهاته بتعمل حاجة فعمل زيهم كما يقلدهم في أي شيء، وفي ناس قعدوا وأبهاتهم مدة طويلة فألفوا العملية بقى ألف، بقى ألف وعشق بقى. يبقى مرة وجدوا إيه؟ طب تعالى بقى، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، والتانية بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. دي اختلفت بس في ألفينا ووجدنا. طب امال إيه الاختلاف التاني؟ قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وواحد يقول لك أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى تسجيل الآية اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. دي عقل وده علم. ايه الفرق بين العبارتين؟ الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله ان يستنبط الاشياء. طب واحد ما عندوش عقل استنباطي ما يعرفش، يقول لك يعرفها من اللي استنبط. يبقى العلم أوسع دائرة من العقل ولا لا؟ آه. لأن العقل لا يعلم، يعلم ما عقله خلاص ويعلمه للي ما عقلوش. يبقى لما يقول يعلم يبقى فيها يعقل ولا ما يعقلش؟ يبقى فيها يعقل. فلما يجي يقولوا إيه بل نتبع ما ألفينا أو ما وجدنا عليه أبانا، يرد على الحتتين. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والثاني يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. طب نفي العلم ونفي العقل، قال لك إذا نفي العقل ما يقدرش ينفي العلم، لأن العقل ده استنباط ذاتي، إنما العلم استنباط غير يجيني أنا ما أعرفهاش صحيح. الرجل اللي في الريف اللي عمال بيدور التلفزيون ده هو يعرف ليه بيعمل الموجة كده ويعمل دي وما يعرفش ليه، إنما اللي عرف علمه. يبقى الإنسان يعلمه ما يعقله بذاته وما يعقله غيره ليؤديه إليه. يبقى لما ينفي العلم يبقى دليل على الجهل الجامد قوي، إنما لما ينفي العقل يقول لك يا أخي هو ما عقلش صحيح إنما سمع من إيه؟ من اللي عقل. الله. طب تعالى بقى، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كلمة يهتدون قد بعضها، بس دي يعقلون ودي إيه؟ يعلمون. طب إيه؟ قال لك شوف في كلمة يعلمون هناك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إيه اللي يحصل منهم؟ يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إنما لما أقول إيه بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، إحنا بنتبع اللي شفناه اللي وجدناه، ما قالوش حسبنا مش عايزين غيره، إنما هنا قالوا عايز إيه؟ حسبنا مش عايزين غيره خالص. ما دام حسبنا يبقى الإنكار أشد، يبقى ينفي العلم، واللي انكره مش اشد ينفي العقل. ينفي الايه؟ ينفي العقل. يبقى كل عجز ايه موافق لمين؟ لصدره. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل
بيضربوا على ما أنزل الله، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ شوف يا أخي الاستخدام. طب دوك يقول ما ألفينا عليه آباءنا أو ما وجدنا عليه آباءنا، الآية دي جاء إيه هنا؟ الشيطان. أم قال لك لأن آباءهم ما راحوش لدي إلا بمين؟ بالشيطان. الشيطان ده قدر مشترك بينكم وبين إيه؟ آبائكم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، العذاب المصحف، العذاب الإيه؟ الشديد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فيما وجدنا عليه آباءنا لها تسجيلين، أولو كان آباؤهم لا إيه؟ لا يعقلون شيئا إيه؟ ولا يهتدون. والثاني قال إيه؟ أولو كان الشيطان يدعوهم، بيدلني على منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس، منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس. قال لك آه، لأن التأثيرين الاثنين هم اللي حيطمسوا المنهج في نفوس المؤمنين. إزاي؟ احنا قلنا زمان لتفريق بين معصية تريدها النفس ومعصية يريدها الشيطان. ما هي ناس كتير شيطانها نفسها، إنما تتهم الشيطان، تتهم الشيطان وتروح إيه دخلت تبرأ نفسها، الشيطان غوانش. نقول له طب تعالى بقى، الله أراد أن يكذب من يقول هذا بواسطة كلام رسوله، فقال لما يجي رمضان صفدت الشياطين. لو كان كل الذنوب من الشياطين ما كانتش تقع جريمة واحدة في رمضان، لأن الشياطين مصفدة، أما وتقع الجرائم في رمضان يبقى فيه سبب آخر غير الشيطان، سبب آخر غير إيه؟ غير الشيطان. ومن يسلم وجهه، أيوة احنا قلنا إيه؟ النفس والشيطان. أيوه، علشان نفرق بينهم ولا نتهمش في الشيطان كل حاجة. ولذلك احنا قلنا الشيطان لما يجي في الجدل في الآخرة هيقولوا الشيطان غوانا، والشيطان يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى أنتوا زي ما قلنا زمان كنتوا على تشويره، إنما أنا لي سلطان قهر أقهركم على المعصية، ولا لي سلطان دليل، ولا لي دليل، لا دليل ولا قوة، يبقى أنتوا اللي إيه اللي على تشويره. قال لك وكيف تفرق بين مبررات النفس للمعصية ومبررات الشيطان؟ قال لك النفس تعصى الله سبحانه بشيء واحد ما تقدرش تتوب عنه، يعني تريد النفس تريد معصيتك من لون واحد، واحد معصيته في انه يختلس اموال عشان يختنس، واحد للشهوة بتاعته على انه يبقى في منصب كبير يقوم ينافق الرؤساء، الله، واحد يدير عمله بحقد فيجي لكل مصلحة ويقفله فيه، الله، كل واحد له ايه، واحد مثلا في الجنس الاخر النساء، الله، اللي عنده عقدة في نفسه شهوة تفضل وياه، هي ما فيش غيره. لكن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، الشيطان يريدك عاصيا على اي شكل، فان امتنعت عليه في معصية ينقلك لمعصية تانية، ما ييأس منك. فإذا رأيت المعصية متمكنة من نفسك لا إلا هي دي، أعلم أنها شهوة نفس. وإن رأيتها متنكلة طب ما قدرتش على دي تخله من الباب الثاني. ولذلك في ناس بيبقى معهم إيه؟ طفاشات نفوس. معنى طفاشة يقول لك ده إيه بيعجبه إيه؟ ده بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده، وده بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده. طب وبعد قال لك في واحد عنده طفاشه يعرف لكل واحد عيبه، وهم دول اخطر ما في المجتمع، اللي يعرف بقى ايه العقد عند الناس، وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه، ويدخل لكل واحد من ايه من الباب عنده اسمها ايه طفاشه. طب نخلص من ده ازاي كله؟
نخلص من الجدل بغير علم، نخلص من الجدل بدون هدى، نخلص من الجدل بلا كتاب، منين نخلص ازاي؟ قال لك يا اخي اسلم وجهك لله. ليه؟ لان ربنا اداك دي. قال له لما قال له لأغوينهم اجمعين استسلح، قال الا عبادك منهم المخلصين، ما اقدرش اقرب عليهم. وهو ربنا قال برضو ايه؟ برضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، تبقى اسلم وجهه يعني ايه؟ اخلص وجهه لله وحده، ويبقى في معيه الله. الشيطان يشوفه في معيه لما يقربش منه، ما يضيعش وقته فاضي يروح لواحد لبخه تاني، لما يضيعش وقته. الله، يبقى اذا اللي ينجيه من الشيطان ايه؟ ان اسلم وجهي لله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلت هب انك انت ساكن في شارع وشويه عيال في الشارع يعني مستواهم دون مستوى ابنك، ابنك بيلبس كويس ومش عارف بيروح في عربيه ومش عارف، والعيال بينظروا له نظره ايه؟ نظره حقد وحسد بقى ومش عارف ايه، وساعه ما يشوفوه ينفرد ابوه يضربوه ويشتموه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل. طب خليه في ايد ابوه، حد يقدر يجي ناحيته؟ أهو كذلك العبد في يد ربه لا يجرؤ الشيطان عليه. إذن يجرؤ الشيطان إمتى؟ لما يتسلت من إيد ربنا. ساعة ما يتسلت من إيد ربنا يجي الشيطان يقول تعالى بقيت أنت، تعالى بقى أيوة كده قريب منه. يبقى لازم تسلم وجهه. بلى من أسلم إيه؟ ومن يسلم وجهه إلى الله. هنا الحروف في القرآن كل حرف له أداء. هناك بلى من أسلم وجهه إيه؟ لله. مش كده؟ أسلمت مع سليمان مش إلى الله، لله. وهنا إلى الله، إيه الفرق بين الاثنين؟ إلى دي تدل على أن الله هو الغاية، والغاية لا بد لها من طريق الهداية، مش كده ولا لا؟ لكن لله لا، تمشي كده على طول، أخلصت لله مباشرة، لا في طريق ولا بتاع أي حاجة، إنما إلى الله تبقى أنت في الطريق إلى الله. ولذلك هيقول لك من أسلم وجهه لله وهو إيه؟ محسن، يعني بيأدي. ومن يسلم وجهه إلى الله، وإحنا قلنا زمان عندي وأسلمت مع إيه؟ مع سليمان لله، ما أصلها ملكة بقى، مش كده ولا إيه؟ يعني هي مش أسلمت لسليمان، ده هي راحت ويا سليمان يسلموا نفسهم لمين؟ يبقى لا غضاضة. ما أسلمش لمين؟ لسليمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله يعني يشوف الطريق الموصل إلى الله إيه؟ يبقى يآمن بالأشياء ويعمل العمل اللي يوصله مين؟ اللي يوصله إلى الله. التاني قال لك أنا مش المسألة كلها، اللي يقول عليه ربنا أنا خلاص هو الوجه بتاعه، أسلمت وجهي لله، الإخلاص. ولذلك الإخلاص ده بقى عملية دقيقة، حتى إن الرسول طمننا على نفسنا، حتى إن الرسول بقى يعمل أشياء كده عشان أمته. إزاي؟ قال لك الإنسان منا برضو بيعمل العمل وفي نيته ربنا، إنما برضو يعني شوية كده برضو نفسه برضو صحيح نفسي ابني مسجد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انما برضو عايز الناس تعرف ان انا بنيت كده اكتب يافطه كده مش كده. الله، نفسي برضو يعني، وان كنت الاصل ايه؟ عايز اعمل مسجد. فالنبي يتحمل عنه يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يبقى حملها عن امته ولا لا؟ بقى النبي هيعمل حاجه تخلطوا فيها ما ليس لله؟ اما لك ربنا اللي معلمه يا اخي، معلمه يشيل عنه الحاجات. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، قولوا عليه مجنون وقولوا عليه من ابو كافي ابن علم وقولوا كذا وكذا، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ويقولوا عليك مفتري، فإنهم لا يكذبونك، أنت أسمى عندهم من أن تكون كاذبا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى أخذها ولا لا؟ فكما أخذها الله عن محمد أخذها محمد عن أمته.
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك ولا مسك؟ مسك العروة الوثقى. لا استمسك يبقى الاستمساك مطلوب له، ما طلب أن يمسك غير مسكة، يمكن مسكة كده مش تبت اهي تبت دي. فقد استمسك بالايه؟ وما معنى الاستمساك؟ الاستمساك اول مظاهر الاستمساك انك لا تطمئن الى ضعف نفسك فتمسك قوي، زي ما يكون واحد حينزل على حاجه كده وايه ويمسك بشده لانه عارف انه يتهاون شويه ما عندوش ثقه بنفسه فيستمسك بالايه؟ بالعروه. ودليل على انه لا واقي له الا بان يستمسك بهذه. كذلك الذي يسلم وجهه لله، ما فيش الا الله، ما فيش الا ايه، ما فيش الا هي دي، فقد استمسك بالعروه الوثقى. وثقى تانيث اوثق، هذا اوثق من هذا وهذه وثقى، زي اصغر وصغرى. طيب العروه هي ايه؟ العروه هي اللي بنمسك بها الكوز، مش في كوز كده له ايد نمسك، والابريق. ولذلك ها هناك فارق بين اكواب وكؤوس اللي هتنجلها في القران. الكاس لا عروه له، زي الكوبايه اللي احنا بعض الناس يعمل الكاس ايه ايد، اذا كان هيشرب فيها حاجه سخنه عشان ما تبقاش سخنه يقوم يمسكها بايه، يبقى بقى ده له عروه. والدلو لما يجوا يعملوه في المايه يبقى له ايه؟ العروه. استمسك بالعروه الوثقى يعني العروه المحكمه. ولذلك هناك في قوله واعتصموا بايه؟ اعتصموا يعني امسكوا فيه قوي بحبل الله ولا ايه؟ ما تتفرقوش. فقد استمسك بالعروه الوثقى. احنا بقى في الاصطلاحات نسمي في التوب عند الخياطين نسموها العروه. العروه اللي هي ايه بقى؟ الفتحه اللي بنحط فيها الزرار. ليه؟ لان الفتحه دي هي اللي بنحط فيها الزرار يوم الثوب ما ايه ما يمسك، يبقى هي دي اللي بتمسكه، يبقى مطلق الاستمساك. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. هناك لا انفصام لها هناك. والى الله عاقبه الامور، يعني انت بتستمسك وإلى لقاء آخر.